بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عدنا لكم أعزائي وجولة جديدة من الأسئلة الخاصة بالمستوى الثالث، وهي الأسئلة الإثرائية والمعدلات الزمنية. كونوا معي أعزائي ونبدأ بالسؤال التالي. السؤال الأول أعزائي: طريق للسيارات أسفله نفق لمرور القطارات، والطريقان متعامدان، وأقرب ارتفاع بينهما مسافة عمودية بينهما 2 متر. هذا الوصف يدل على أن الشكل هو متوازي مستطيلات. حتى تكون الصورة واضحة عندك رح أجي أرسم متوازي مستطيلات بالصورة التالية. أرجو التركيز على هذا السؤال، والسؤال يعني يعد من الأسئلة الإثرائية، يعني وجوده بالامتحان الوزاري ربما يكون مستبعد جدا، ولكن ضروري جدا بأن تفهم هيش نوع من الأسئلة. زين، السؤال ايش جاي يقول هسه؟ جاي يقول لي طريق للسيارات وأسفله طريق للقطارات، وأقرب مسافة عمودية بينهما هي 2 متر. يعني طريق السيارات راح يكون هذا، هذا هو طريق السيارات، هذا راح أسويه باللون الأحمر، هذا طريق السيارات، والسيارات تسير بالاتجاه هذا. أكو طريق للقطارات مكان ما يكون بهالصورة هذه، حتى يكون بشكل متعامد أكو مسافة عمودية طولها 2 متر، وطريق القطارات رح يكون هذا، هذا هو طريق القطارات. إذن حتى لا يصير اصطدام فسووا نفق، وطريق سيارات وطريق قطارات أسفله مباشرة. لو ردت أصعد هذا الشارع كان صار عندي مستقيمين متعامدين، يعني هنا طريق السيارات وطريق القطارات متعامدين. زين، السيارات تمر بهالاتجاه هذا، والقطارات تمر بهالاتجاه هذا، وأقرب مسافة عمودية بينهما 2 متر. زين، هذا في حالة تغير راح أسميه X، هذا في حالة تغير راح أسميه Y. المسافة العمودية بينهما هي 2. زين، ايش يريد من عندي بالسؤال؟ يريد مني معدل ابتعاد القطار عن السيارة في لحظة ما راح نتحدث عنها بعد شوية، يعني معناها منا إلى هنا. هذا لو ردت أرسمه منا إلى هنا، هذا راح يصير عندي قطر متوازي مستطيلات. إذن فكرة السؤال بأن هذا وهذا وهذا مو مثلث قائم الزاوية، فكرة السؤال ما طول عندي قطر متوازي مستطيلات، القانون ربما ما سامع به قبل يقول مربع قطر متوازي المستطيلات يساوي مجموع مربعات أبعاده الثلاثة. خلي أكمل قراءة السؤال: طريق للسيارات أسفله نفق لمرور القطارات، والطريقان متعامدان، وأقرب مسافة عمودية بين الطريقين 2 متر. يعني من أقول لك الطريقان متعامدان بغض النظر عن الارتفاع، هذا الطريق لو كان هنا كان صاروا متعامدان. زين، تسير سيارة على الطريق الأول بسرعة 4 متر بالثانية، هذا من سميته X، يعني معناها DX على DT يساوي 4. ويسير قطار على الطريق الثاني بسرعة 8 متر بالثانية، يعني هذا سميته Y، إذن معناها دي واي على دي تي يساوي ناطين القطار 8 متر بالثانية. على افتراض بأن الانطلاق للقطار والسيارة في تلك اللحظة، الطريقة اللي بدينا بالحساب بها هو من نفس النقطة باستثناء العمود، يعني السيارة انطلقت من هذه النقطة، القطار انطلق من هذه النقطة، ولكن كل واحد راح باتجاه، وأقرب مسافة عمودية بينهما 2 متر. إذن جد معدل ابتعاد السيارة عن القطار
بعد مرور 2 ثانية، يعني هذا إذا ردت أسميه زت دا يريد مني بالسؤال شنو هو؟ دا يريد الدي زت على دي تي بعد مرور 2 ثانية. فإذا كانت التي تساوي 2، الأكس إيش راح يصير عندي؟ الأكس تساوي 4 في 2 ويساوي 8، والواي راح يساوي 8 في 2 ويساوي 16. إذن فكرة السؤال الأساسية بأن مربع قطر متوازي المستطيلات يساوي مجموع مربعات أبعاده 3. إذن العلاقة اللي راح أشتقها يقول مربع قطر متوازي المستطيلات يساوي مجموع مربعات أبعاده 3، يعني معناها X تربيع زائد 4 زائد Y تربيع. زين، هسا أريد أشتق هذه المشتقة، ما تشرح تساوي المشتقة راح تصير 2 زت دي زت على دي تي يساوي الأكس تربيع هو 2 أكس دي أكس على دي تي، مشتقة الأربعة 0، مشتقة الواي تربيع 2 واي دي واي على دي تي. إذا ردت أقسم على 2، يعني راح يصير عندي زت دي زت على دي تي يساوي اكس دي اكس على دي تي زائد واي دي واي على دي تي. زين، هسه الدي زت على دي تي يريده، الاكس عندي، الدي اكس على دي تي عندي، الواي عندي، دي واي على دي تي عندي، يعني معناه ايش اريد؟ اريد الزت. اذا عرفت الزت فالامور راح تكون جيده جدا. شلون راح احسب زت هنا؟ إذن الملاحظة اللي عدناها مرارا وتكرارا، المتغير الدائم هذا 8 و16 متغير دائم، والمتغير الدائم مكان الطبيعي يعوض بعد الاشتقاق ويجوز تعويضه قبل الاشتقاق لإيجاد قيمة متغير دائم آخر ليتم تعويضهما معا بعد الاشتقاق. إذن شرح يصير عندي هنا، راح يصير Z تربيع تساوي الأكس تربيع، والأكس 8 راح يصير 64 زائد 4 زائد الواي 16 راح يصير عندي 256. إذن صار عندي هنا 260 وصار عندي 324. إذن معناها يؤدي إلى Z تربيع تساوي 324. هسه قيمة Z راح يصير عندي وتساوي جذر 324. هسه راح تقول لي شلون أحسب جذر 324؟ العملية سهلة جدا، راح أجي على 320 أحلله على 2، 3 بيها 1 يزود 1، 12 بيها 6 هذا 2، على 2 8 1، على 3 بيها 27، على 3 بيها 9، على 3 بيها 3، وعلى 3 بيها 1. من كل 2 من الشابهات راح اختار 1، 3 في 3 9 في 2 18، إذن ويساوي 18. الأمور أعتقد أصبحت جيدة جدا. هسه راح يكون تعويض مباشر، يعني معناها راح يصير 18 دي زت على دي تي يساوي الأكس من هو؟ الأكس هو 8 والدي أكس على دي تي 4، الواي هو 16 والدي واي على دي تي 8. إذن صار عندي 18 دي زت على دي تي يساوي 8 في 4 32، 8 في 6 48، 8 و4 راح يصير 128، 132 زائد 128 راح يصير 160. إذن معناها 18 دي زت على دي تي
تساوي 160، إذن يؤدي إلى دي زت على دي تي يساوي 160 على إذن 160 على 18. تريد تقسم بعد أحسن تبقيها هيجي ماكو مشكلة. إذن هذا متر بالثانية، هذا يمثل معدل ابتعاد السيارة عن القطار. وخلي نشوف السؤال الثاني شي يقول. السؤال الثاني أعزائي، جد نقطة تنتمي إلى القطع الزائد الذي معادلته X تربيع ناقص 2Y تربيع يساوي 8، والتي يكون عندها معدل تغير Y بالنسبة للزمن، معدل ازدياد Y بالنسبة للزمن مساويا إلى معدل ازدياد X. يعني معناها دا يقول لي دي Y على دي تي يساوي دي اكس على دي تي. واعتقد المثال او السؤال هذا من الاسئله السهله نسبيا، والسبب الملاحظه رقم 3 اللي ناقشناها سابقا ضمن المستوى الاول، قلنا اذا علمت معادله منحني وهناك نقطه تتحرك على منحني، اذا كانت هذه النقطه ما مرتبطه مع اي نقطه ثابته تكون معادلة المنحني علاقة ثانوية وقانون المسافة علاقة أساسية، وإذا كانت النقطة غير مرتبطة مع أي نقطة ثابتة خارجية فإن معادلة المنحني تكون علاقة أساسية. إذن قطع زائد أكو نقطة تتحرك على قطع زائد، ماكو أي ارتباط مع نقطة ثابتة، إذن معادلة المنحني هي العلاقة الأساسية. إذن ورا ما أفرض النقطة راح أقول ليت M هي XY تنتمي إلى القطع الزائد، معادلة القطع الزائد هي العلاقة الأساسية، 2X DX على DT ناقص 4Y DY على DT يساوي 0. زين ده يقول لي DY على DT تساوي DX على DT، يعني معناها 2X DX على DT ناقص 4Y DX على DT يساوي 0. أجعلها كلها لوب دلالة DX على DT لوب دلالة DY على DT، رح أقسم على شقد؟ رح أقسم على 2 DX على DT. إيش رح يصير عندي هسا؟ هنا رح يبقى X ناقص 2Y يساوي 0، يعني معناها X تساوي 2Y. هذه معادلة رقم 1. اتفقنا سابقا شو وقت ما صار عندي معادلة رقم 1 بدلالة X و Y اعتبر السؤال الأصلي معادلة رقم 2، يعني X تربيع ناقص 2Y تربيع يساوي 8. معادلة رقم 2 راح أعوض 1 ب 2، يعني راح يصير عندي 4Y تربيع ناقص 2Y تربيع تساوي 8. إذن معناها 2Y تربيع تساوي 8، إذن معناها الY تربيع تساوي 4، إذن الY تساوي شقد؟ موجب سالب 2. فإذا كانت الY تساوي 2 فإن الإكس مالتها 2 في 2 تساوي 4، وإذا كانت الواي تساوي سالب 2 فإن الإكس تساوي سالب 4. إذن معناها يؤدي إلى شنو النقاط المطلوبة من عندي؟ رح أقول 4 2 وسالب 4 سالب 2 تنتمي إلى القطع الزائد. هسه راح تقول لي هذا السؤال سهل جدا، يعني ما يلوق لان نسميه سؤال اثرائي انا وياك. اذا السؤال منهجي جدا ويمكن اسهل من هوايه اسئله عندي بالكتاب ضمن الاحتمال الثالث، لكن ايش وقت يكون السؤال اثرائي؟ اذا كانت معادله القطع الزائد ما اعطيك اياها. يعني شلون؟ هسه من اريد اقسم على 8 راح تصير اكس تربيع على 8 ناقص Y تربيع شقد؟ Y تربيع على 4 يساوي 1. إسا أنت ماكو داعي تقسم،
هذه القسمة ماكو داعي يسويها، ولكن راح أقول لك سؤال جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه تقعان على محور السينات وطول محوره الحقيقي، شوف هنا الأي تربيع 8 يعني الأي جذر 8 2 جذر 2، أقول لك طول محوره الحقيقي 4 جذر 2 وطول محوره التخيلي أو المرافق 4، فرح تقول لي الاثنين أي تساوي 4 جذر 2، إذن الأي 2 جذر 2 أي تربيع 8، الاثنين بي تساوي 4 إذن بي تساوي 2 إذن بي تربيع 4، تكتب المعادلة وتضرب في 8 حتى توصل إلى هذه الصورة وتكمل الحل. يجوز يجيك السؤال شوي أعقد، جد معادلة القطع الزائد الذي إحدى بؤرتيه بؤرة المكافئ، الذي مثلا يمر ببؤرة القطع الناقص، إذن ممكن هذه الأمور كلها أسوي لك إياها بالامتحان حتى تستلم السؤال قطع ناقص أو قطوع مخروطية فصل ثاني، وش وقت ما حصلت معادلة القطع الزائد راح يكون السؤال بهالصورة هذه. ممكن نفس السؤال أضيف له نكهة عزيزي، أقول لك جد نقطة جد مجموعة النقاط التي تتحرك على القطع الزائد هذا والتي يكون عندها معدل ازدياد y يساوي معدل ازدياد x، وإذا علمت أن هاتين النقطتين تمثلان صيغتي أرجاند لعددين مركبين، جد المعادلة التربيعية التي جذراها هذين العددين، يعني لازم تسوي هذا الحكي كله. إذن تقول لي الجذر الأول 4 زائد 2i، الجذر الثاني سالب 4 ناقص 2i، مجموع الجذرين حاصر ضرب الجذرين، كتابة القانون تتذكره لو ما تتذكره، x تربيع ناقص مجموع الجذرين في x زائد حاصر ضرب الجذرين يساوي صفر، وممكن جدا أربط لك الفصل الثالث مع الفصل الثاني مع الفصل الأول في سؤال مستقل. إذن حاول تركز على طرق الحل حتى إذا إجاك سؤال ربط بين أكثر من فصل جزئ الأفكار، كل وحدة واحدة هي سهلة، ما أريدك ترتبك وامشوا وياي. خلينا نشوف السؤال الثالث. حياكم الله أولادي، السؤال الثالث من الأسئلة الجميلة واللطيفة. خلي نحاول نحلل السؤال بالبداية قبل حله. خزان ماء على شكل مخروط دائري قائم رأسه إلى الأسفل، إذن رح أجي أرسم هذا خزان الماء على شكل مخروط دائري قائم رأسه إلى الأسفل، رح أجي أرسم هذا المخروط وهذا هو المخروط. المخروط شكو بي؟ المخروط بنصف قطر قاعدة وبارتفاع، إذن ثبتت نصف القطر والارتفاع، زين شبي؟ نصف قطر قاعدته 5 سنتيمتر وارتفاع 12 سنتيمتر، يعني هذا هو 5 والمسافة منا إلى هنا هذه كلها 12 سنتيمتر. بالامتحان أنا إيش أريد منك؟ من ترسم الارتفاع مستقيم بقد هذا بالضبط، تقفله من الأعلى ومن الأسفل، ويفضل أن تمسحه من النص وتقول هنا 12، زين. إذن هذه المعلومة الأولى انتهينا منها، خلي نشوف إيش عندي معلومة ثانية. يتسرب الماء من ثقب في رأسه إلى حوض أسطواني، يعني أكو مي وصل إلى هنا، هذا المي كان المخروط مليان مي وهذا المي وصل إلى هنا نصف قطرة R وارتفاعه h، نصف قطرة R وارتفاعه h، يقول لي دي يتسرب من الماء إلى حوض أسطواني، إذن هذا الماء قاعد يتسرب إلى حوض أسطواني، رح أجي أرسم الأسطوانة جوا، إذن هذه هي الأسطوانة. تثبيت معطيات السؤال والمطلوب في السؤال مهمة جدا حتى تعرف بيش تبدي، هذا نصف قطر الأسطوانة وهذا ارتفاع الأسطوانة، زين إيش بيها الأسطوانة؟ يتسرب الماء من ثقب في رأسه إلى حوض أسطواني دائري قائم نصف قطر قاعدته 2 سنتيمتر، إذن هذا نصف القطر للقاعدة 2 سنتيمتر، زين.
وارتفاعه 4 سنتيمتر، يعني ارتفاع الأسطوانة، ارتفاع الإناء الأسطواني 4 سنتيمتر. إذا هسه هذه راح أقول عليها 4، زين. بعد أوجد ارتفاع الماء في المخروط، يعني إيش يريد مني؟ يريد مني الأتش في المخروط، يريده من عندي. أوجد ارتفاع الماء في المخروط عندما يكون معدل ارتفاع الماء في الأسطوانة، يعني عندما يكون الماء في الأسطوانة وين وصل؟ هسه راح أجي أرسم المائل بالأسطوانة، الماء وصل إلى هنا، هذا المائل بالأسطوانة وصل إلى هنا، نصف قطر الماء شقد؟ هم 2، وارتفاع الماء هذا راح أسميه واي، زين. منو دا يتغير؟ دا يتغير ارتفاع الماء ودا يتغير حجم الماء، لكن نصف قطر الماء ما دا يتغير، هو نفسه نصف قطر الأسطوانة. إذن أوجد ارتفاع الماء في المخروط عندما يكون معدل ارتفاع الماء في الأسطوانة مساويا إلى معدل انخفاض الماء في المخروط. يعني إيش دا يقول لي بالسؤال؟ دا يقول لي الدي واي على دي تي، هذا الدي واي على دي تي معدل ارتفاع الماء في الأسطوانة مساويا إلى معدل انخفاض الماء في المخروط يساوي سالب الدي اتش على دي تي. إذن السؤال متشعب في المعطيات، حلينا سؤال بالأسئلة السابقة كان السؤال مي ينساب من المخروط إلى الأسطوانة، ما كان عندي هالمشكلة هذه، حسبنا الدي في على دي تي ما المخروط هو نفس الدي في على دي تي مال الأسطوانة واشتقينا. راح أسوي نفس الحكي ولكن بترتيب آخر. هسه إيش عندي بالسؤال؟ ناطيني نصف قطر الإناء الأسطواني 2، إذا نصف قطر الماء يساوي 2. هسه ناطيني الدي واي على دي تي يساوي سالب دي اتش على دي تي، وناطيني هذه المعلومات بالمخروط، ايش راح اسوي هسه؟ خلي اسوي خطه لحل السؤال. الدي في على دي تي للمخروط يساوي الدي في على دي تي للاسطوانه بعكس الاشاره. اذا هنا دي في على دي تي للاسطوانه موجب، والدي في على دي تي للمخروط هو سالب، زين. هسه ايش راح اسوي؟ اكتب قانون حجم الاسطوانه واشتق حجم الأسطوانة، مو راح يطلع عندي دي في على دي تي، هو نفس الدي في على دي تي للمخروط بعكس الإشارة. ما طول المطلوب هو ارتفاع الماء في المخروط، إذا خلي يكون هذا بالأخير، أبدي بالأسطوانة، خلي أفرض حجم الأسطوانة في 1 وخلي أفرض حجم المخروط في، إذا هذا من هو؟ إذا هذا يمثل حجم الأسطوانة وهذا يمثل حجم المخروط، لكن يا أسطوانة ويا مخروط، هذا حجم الماء الأسطواني وهذا حجم الماء المخروطي. إذن أول شيء رح أبدي بيه بهذا السؤال، رح أكتب الـ V1 يساوي باي R تربيع في الارتفاع. حجم الأسطوانة شي يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، القاعدة دائرية، مساحة الدائرة نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، نصف قطر الماء ثابت يعوض قبل الاشتقاق، يعني معناها 2 تربيع، والارتفاع سميته واي ما سميته اتش حتى اميزه عن ارتفاع المخروط، زين. ايش راح يصير هنا؟ اذا يؤدي الى الفي 1 يساوي 4 باي واي، يعني معناها دي في 1 على دي تي هذا ايش راح يساوي؟ 4 باي دي واي على دي تي. هذا من هو؟ هذا معدل ازدياد حجم الماء في الاسطوانه. اذن هذا يمثل معدل شنو هو؟ معدل ازدياد حجم الماء وين؟ في الأسطوانة. إذن هسه هذا راح أخليه على صفحة، راح أجي أكتب قانون حجم المخروط. هسه الأسطوانة خليها على صفحة،
راح اروح اكتب قانون حجم المخروط. شنو حجم المخروط؟ يساوي باي على 3 ار تربيع اتش، كله في حالة تغير. يا مخروط هذا قانونه، هذا الماء المخروطي وليس الإناء المخروطي. رح أستفيد من تشابه مثلثين أو من خلال هذه الزاوية اللي أسميها ثيتا. إيش رح أقول هنا؟ رح أقول تان ثيتا يساوي بالنسبة للمخروط الصغير أو المثلث الصغير R على H، وبالنسبة للمثلث الكبير هو 5 على 12. يعني راح يصير طرفين يساوي وسطين، يعني 5H يساوي 12R. إذن أريد أجعل القانون بدلالة H لأن هو رايد من عندي H. إذن صار عندي الR تساوي 5 على 12H. هذا وين راح أعوضه؟ راح أعوضه بقانون الحجم. إذن حجم المخروط الماء المخروطي هو باي على 3 في 5 على 12 اتش تربيع في اتش، يعني معناها ويساوي 12 تربيع 144، يعني معناها راح يصير باي على 3 في 25 على 144 اتش تربيع في اتش يساوي اتش تكعيب. هسه راح تقول لي ليش ما ضربت 3 في 144؟ إذن هذه الثلاثة ضامها لهذه الثلاثة. مكان ما أضيع وقت وأضرب 3 في 144، أني من راح أشتق بعد شوية؟ الثلاثة راح تنزل تختصر ويا هذه الثلاثة، وكان الله يحب المحسنين. إذن إيش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير دي في على دي تي المن للماء المخروطي يساوي 25 باي على 144، مو 3 ويا 3 اختصرتها، اتش تربيع دي اتش على دي تي. هسه وين الفكرة اللطيفة؟ الدي في على دي تي للمخروط هو نفس الدي في على دي تي للاسطوانة بعكس الاشارة، والدي اتش على دي تي للمخروط هو نفس دي واي على دي تي للاسطوانه بعكس الاشاره. لذلك ايش راح اسوي هسه هنا؟ مكان الدي في على دي تي للمخروط، يعني ايش راح اكتب؟ راح اكتب سالب دي في 1 على دي تي اللي هو هذا. يعني فكره السؤال هي سالب 4 باي دي واي على دي تي. هسه اقدر اقول بما ان دي في على دي تي يساوي سالب دي في 1 على دي تي، يعني مو معنى هذا سالب، يعني تغير حجم المخروط عكس اشاره تغير حجم الاسطوانه. خلي السالب سويه هنا ماكو مشكله. وبعد والدي اتش على دي تي للمخروط يساوي سالب الدي واي على دي تي للاسطوانه، مو معناها هذا سالب، معناها عكس الإشارة. إذن إيش راح يصير هنا؟ مكان الدي في على دي تي للمخروط شو كتبت؟ اكتبت سالب دي في 1 على دي تي، والدي في 1 على دي تي هو هذا. إذن صار عندي اللي شوفه قدامك يساوي 25 باي على 144 اتش تربيع في شنو؟ مكان الدي اتش على دي تي راح اكتب سالب دي واي على دي تي. هسه راح توصل اخبار سعيده جدا. شنو هذه الاخبار؟ راح اجي اختصر الدي واي على دي تي ويا الدي واي على دي تي، راح اختصر الباي ويا الباي، اختصر السالب ويا السالب، ال 144 راح تنضرب بالأربعة. يعني ايش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير 144 في 4 يساوي 25 اتش تربيع. راح تقول لي ليش ما ضربتها 4 في 144؟ لا تتعب نفسك وتضربها، لان راح اخذ جذر الطرفين، جذر ال 144 12، جذر ال 4 يساوي 2، جذر ال 25 5، جذر الاتش تربيع هو اتش.
2 في 12 24 الخمسة راح تنزل إلى المقام. إذن راح يكون الاتش هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي 24 على 5 سنتيمتر. إذن هذا هو يمثل ارتفاع الماء في المخروط. إذن السؤال أعتقد صعب، ولكن إذا قدرت تشوفه وقدرت تحله بيدك أعتقد راح تصير عندك قابلية كبيرة جدا في حل هكذا نوع من الأسئلة. إذن ابقى وياي وخلي نشوف السؤال اللي بعده شنو. إذن السؤال الرابع أعزائي، أعتقد السؤال الثالث انصابيته بالصدمة حتى أرجع طعم الحياة الجميل لكم. راح نشوف السؤال الرابع، والسؤال الرابع إن شاء الله يكون جميل وسهل. نقطة تتحرك على الجزء الأعلى للقطع الزائد. القطع الزائد ناطنا يا X تربيع ناقص Y تربيع يساوي 1. إذن هذه معادلة قطع زائد. من هو الاي تربيع؟ الاي تربيع 1، البي تربيع 1، السي تربيع يساوي 2، والبؤرة تقع على البؤرتين تقع على محور السينات. أنا ما يهمني كل هذا الحكي. معادلة منحني قطع زائد بحيث أن إحداثيها السيني يتناقص بمعدل 0.5. إذن إيش ناطيني معلومات؟ ده يقول لي هذا القطع الزائد الدي اكس على دي تي يتناقص بمعدل 0.5. بعد جد معدل تغير المسافة بين هذه النقطة، النقطة المتحركة. إذن راح أجي أفرض النقطة هذه ام اكس واي تنتمي إلى القطع الزائد. جد معدل تغير المسافة بين هذه النقطة والنقطة 1 0. إذن راح أفرض النقطة 1 0 هذه نقطة ثابتة. زين من دا يريد مني جد معدل تغير المسافة. إذن حسب الملاحظات اللي أخذناها سابقا العلاقة الأساسية ستكون قانون المسافة جد معدل تغير المسافة. إذن دا يريد من عندي الدي أس على دي تي لهذا السؤال عندما يكون الأكس يساوي سالب 1. أعتقد السؤال بسيط، والعلاقة الأساسية في هذا السؤال هو قانون المسافة، والعلاقة الثانوية معادلة المنحني اللي هي معادلة القطع الزائد. إذن خلي أبدي بقانون المسافة، وقانون المسافة يقول S تساوي تحت الجذر فرق الأكس تربيع، يعني معناها أكس ناقص 1 تربيع زائد Y ناقص 0 تربيع، يعني معناها راح يصير تحت الجذر X تربيع ناقص 2X زائد 1 زائد Y تربيع. هسه من ناطيني DX على DT وX، يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقول اجعل قانونك بدلالة X. إذن ايش راح أقول هنا؟ راح أقول بما أن X تربيع ناقص Y تربيع يساوي 1، فإن الواي تربيع يساوي اكس تربيع ناقص 1. راح أعوض مكان الواي تربيع اكس تربيع ناقص 1، يعني معناها الاس يساوي اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 زائد اكس تربيع ناقص 1. أعتقد أكو خبر سعيد، اكس تربيع واكس تربيع 2 اكس تربيع ناقص 2X وواحد ناقص 1 0. إيجاد علاقة بين المتغيرات ثم اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن. إذن الدي أس على دي تي شنو مشتقة الجذر التربيعي؟ مشتقة داخل الجذر 4X دي أكس على دي تي ناقص 2 دي أكس على دي تي. لو تكتبها مرتين، لو تخليها خارج قوسين دي اكس على دي تي على 2 في الجذر نفسه 2 اكس تربيع ناقص 2 اكس. اذا ده يريد مني دي اكس على دي تي او دي اس على دي تي، الاكس عندي الدي اكس على دي تي عندي،
الأمور أعتقد جيدة جدا. إذن راح يصير عندي 4 في سالب 1 سالب 4 ناقص 2، وهذا سالب 5 بالعشرة على 2 جذر. زين سالب 1 تربيع هو 1 في 2، هذا 2 ناقص 2 في سالب 1 راح يصير زائد 2، إذن ويساوي سالب 4 وسالب 2 سالب 6 في سالب نص، سالب في سالب موجب، 6 في نص 3، جذر الأربعة 2 في 2 4، إذن راح يصير عندي 3 على 4، إذا ما قال لي وحدة إذن راح أقول له يونت على الثانية، وهذا يمثل معدل تغير المسافة بين النقطة المتحركة والنقطة الثابتة. إن شاء الله يكون السؤال سهل، وبعد عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة. ابقوا يا أعزائي، وعودة أخرى إلى شاشة الموزابوك. أعزائي انتظروا المحاضرة 16 إن شاء الله ضمن المستوى الإثرائي الثالث. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.